مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم ومرحبا، أسعد الله صباحكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد المشير بالقاهرة الجديدة أحيي حضراتكم، حيث ننقل لكم شعائر صلاة جمعة اليوم. هذه الجمعة الأخيرة قبل رمضان في آخر أيام شهر شعبان المبارك. كل عام وأنتم بخير. كذلك تحتفل مصر هذه الأيام بيوم الشهيد، بكل من جاد بروحه ودمه في سبيل الله وفي سبيل الأوطان وفي سبيل المثل والقيم العليا وفي سبيل حماية حياتي وحقوق الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. مشاهدي الكرام، إن فضل الشهادة في كل الأديان وخاصة في الإسلام لهو فضل كبير، فهي من أرفع وأفضل المكانات. الشهادة في سبيل الله والشهادة في سبيل حماية النفس وحماية الحقوق وحماية الأوطان. كم من شهداء في تاريخ مصر الحديث، كم من شهداء يوما بعد يوم لرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. هم رجال هكذا وصفهم الله في كتابه العزيز. فضل الشهادة لا تغيب عن أي أحد منا، وما من أحد يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى فيقتل ويستشهد إلا الشهيد. إن حلاوة الشهادة وحلاوة الإيمان هي فضل عظيم يمن الله به على من يشاء، ويمن الله به على من يصدقون النية ومن يصدقون في أنفسهم فينالون هذا الفضل العظيم. فالإخلاص والصدق هما الشرط المهم لنيل خير هذه الشهادة وهذا الفضل العظيم. ولن ننسى في هذه الأيام ربما الصعبة على الأمة الإسلامية أن نحيي أرواح شهدائنا في غزة، هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم من أجل التمسك بأوطانهم والتمسك بحقوقهم. فلهم كل التحية ولهم كل الذكرى، وهم عند الله إن شاء الله شهداء أبرار، ونحسبهم كذلك عند الله سبحانه وتعالى. يوم الشهيد هو فضل يجود به الله سبحانه وتعالى حين نتذكر شهداءنا وحين نحيي ذكراهم. اليوم في حد ذاته هو فضل، والشهادة في حد ذاتها هي الفضل الأكبر والأعظم. وأنمن الله علينا بأن نحتفي وأن نحتفل بهذا اليوم في كل عام يوم 9 مارس، نحيي ذكرى شهدائنا الكرام العظام الذين ضحوا بأنفسهم وضحوا بكل غال ونفيس من أجل أن يحيا الآخرون، من أجل أن يحيا الناس في أمن وسلام بدمائهم. هكذا قدموها، ربما جادوا بها في هذه الحياة، ربما عانوا وضحوا كثيرا، لكن ما ينتظرهم في الآخرة هو فضل كبير وفضل عظيم ولا ريب في ذلك. فنحن نصدق ما وعد به الله سبحانه وتعالى ووعد به رسوله، ولذلك كانت الدنيا رخيصة عليهم وكانت الآخرة غالية. وما أغلى من سلعة الله، ألا إن سلعة الله الجنة. مشاهدي الكرام، في هذه الأيام المباركات تجتمع فرحتان: فرحة الشهداء حينما لقوا ربهم وحينما يلقون ربهم، وكذلك فرحة الصائم في رمضان حين الإفطار وحين الصيام أيضا. فالصيام قيمة كبيرة و
موسم ننتظره في كل عام بكل شغف وبكل حب وبكل تقدير. هي أيام بل هي ساعات قلائل، ويبدأ الشهر الكريم الشهر العظيم شهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير، ومصرنا بخير، والأمة الإسلامية كلها بخير. الآن نستمع إلى آيات مباركات يتلوها القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله،
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق أصدق القائلين، صدق الله رب العالمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. مشاهدينا الكرام، من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، ننقل لحضراتكم شعائر صلاة جمعة اليوم، وقد حان الآن موعد آذان الظهر، ويقيم الأذان الشيخ عبد الله خالد حماقي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا وصدقا لا إله إلا الله. إذن رفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هذه الجمعة جمعة هي عيد في السماء، وكذلك هي عيد في الأرض. تحتفي مصر هذه الأيام بيوم الشهيد، وكذلك بقدوم شهر رمضان المبارك. فكل عام وحضراتكم بخير. ويلقي خطبة اليوم الدكتور السيد عبد الباري، وستكون الخطبة عن الشهادة وفضلها، وعن الشهداء، وعن مسيرة الأمة الطويلة ومصر في تقديم البطولات والتضحيات. وهنيئا لمن نال الشهادة مخلصا صادقا، فما أرفعها وما أعظمها من درجة، وما أعظمها من طريقة لدخول الجنة ومجاورة الأبرار والصديقين، بل والرسل الكرام. مشاهدينا الكرام، أوشك المصلون أن يفرغوا من أداء سنة الظهر، و بعد قليل يلقي الدكتور سيد عبد الباري خطبة الجمعة اليوم. فكل عام وحضراتكم بخير. تقبل الله منكم صالح الأعمال، وتقبل الله شهركم. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله فلكل أمة من الأمم أيامها التي تفاخر بها ولكل شعب من الشعوب ذكرياته التي يتوقف عندها وللأمة المصرية من الأيام والذكريات ما يفوق الحد والوصف ولعل هذا اليوم وهو يوم الشهيد يوم مجيد على كل أبناء هذا الوطن ومبعث احتفالنا واحتفائنا بأيامنا الوطنية وذكرياتنا القومية تمجيد الحرية وشحذ العزائم وتوجيه الهمم إلى القيام بالأعمال المرضية الداخلية والخارجية المدنية منها والعسكرية عباد الله إن الشهداء هم أنبل بني البشر بعد السادة الأنبياء والرسل ولم لا وقد جعلهم الله تعالى في رتبة عالية ومنزلة غالية ضحوا بأنفسهم وبذلوا أرواحهم
فقبلها الله تعالى منهم، ومن أوفى بعهده من الله جعل الله الشهداء في مصاف الملائكة العالين، في مصاف الملائكة المقربين. قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال عن ملائكة قدسه: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. فالملائكة عند الله، والشهداء عند الله، عندية مقام وعندية مكانة. ولذا لا يعرف الهم إلى قلوبهم سبيلا، ولا الغم إلى نفوسهم طريقا. قال الله تعالى في آل عمران: فرحين، فرح دائم وسرور مستمر منصوبة على الحالية بالظرف عند ربهم. فهم في فرح، هم في سرور بكريم استجابتهم وعظيم إنابتهم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح. ولذا يأتي الشهيد يوم القيامة في ساحة العرض في هيئة مخصوصة تتطلع لها الأعناق إجلالا وتنحني لها الهامات احتراما. يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يُكلم أحد، أي لا يُجرح، لا يُكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يُكلم في سبيله، إلا وجاء يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك، يؤمنه الله الفتان والفزع الأكبر، ويجري عليه رزقه ويجري عليه عمله. فإذا كان يوم القيامة ألبس الله الشهيد تاجاً موسوماً بتاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. من عاش سادتي الكرام بهذه العقائد السنية وهذه المواجيد الربانية عاش رضي الفؤاد، مسيح الآلام، فسيح الأحلام، عاش والإقدام لا يدني من الموت، والإحجام لا يطيل في العمر. فالإقدام والإحجام بالنسبة للموت سيان، لكنهما عند الله يفترقان، وفي الذكر والفخر ضدان. من عاش على هذا عاش وأمام ناظريه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يمر على صفحات قلبه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عاش ولم يغب عن باله مشاهد أكابر هذه الأمة، رضي الله عن أسد الإسلام علي بن أبي طالب حين قال: أي يومي من الموت أفر؟ يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجي الحذر. رضي الله عن بلال قال لزوجه وهو في شدته وكربته وغربته تنعيه وتقول: وابلالاه وحزناه. قال: لا تقولي وابلالاه، قولي وفرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، لا يظن أحدنا أن هذه الرتبة العالية وهذا المقام الغالي ينال بضربة حظ خاطفة أو يأتي خط عشواء، بل لا بد فيه من الفيض الجودي وبذل المجهود البشري بالصبر المجرد. الصبر ضرورة يا عباد الله،
لا فلاح ولا نجاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصبر. لقد عرف خطاب المعالي وعشاق المجد وطلاب السيادة أن الرفعة في الدنيا كالفوز في الآخرة، ولا ينال ذلك إلا بركوب متن المشقات وتجرع غصص الآلام، وبدون هذا لا يتم عمل، بدون صبر لا يتم عمل ولا يتحقق أمل. لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. لنكن أوفياء لهذه الدماء التي سبقتنا على درب الشهادة، متمنين على الله جل جلاله أن يرزقنا بميتة كريمة نلحق بها أكابر هذه الأمة، ونسأله تعالى جل جلاله أن يديم علينا نعمة الأمان والإسلام والاطمئنان، فلولا دماء الشهداء ما أمنت البشرية، ولا استعادت الإنسانية ثقتها، ولا عبد رب البرية. فنعم العدلان ونعمة العلاوة. أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ جنودنا، وأن يحفظ حدودنا. اللهم احفظ مصر شعبا مترابطا، وقائدا حكيما، وجيشا أبيا كريما، وأمنا مستتبا عاليا. اللهم كما أخرجت يوسف من المضيق، وجعلت لموسى في البحر الطريق، وأنجيت يونس من بطن الحوت الدقيق، اجعل لمصر وأهلها فرجا بكرمك وجودك يليق. اللهم أنعم على قائدنا بالصحة والعافية، ألهمه الصواب والحكمة وفصل الخطاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا، اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الله أكبر، الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، فرغ المصلون من أداء صلاة جمعة اليوم، وقد أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة. ويؤدي الآن السيد الرئيس سنة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صدق الله العظيم. فضل الشهادة هو الفضل الذي نحتفي به جميعا في قلوبنا وفي شعائرنا وفي كل يوم من أيامنا إلى روحهم المطهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. لا تبديل لسنن الله في كونه وفي خلقه، ولذلك فالحق دائما أحق أن يتبع، ولذلك فكانت منزلة الشهداء المنزلة الأعلى، كما قال خطيب الجمعة: الشهداء هم أنبل الخلق وأنبل الناس، لأنهم ضحوا بأرواحهم في سبيل غيرهم وفي سبيل حياة وأمان غيرهم، ولذلك حق لهم أن يكونوا في المراتب العليا، سواء في الآخرة أو في الدنيا، حيث نحتفي بهم ونهدي روحهم الطيبة والعطرة كل سلام وكل تحية وكل تقدير وكل شكر. ربما لا نعلم كثيرا من أسماء ووجوه الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم من أجل أن نحيا نحن، لكن الله يعلمهم، وكفى بالله عليما وكفى بالله خبيرا. إذن قضيت الصلاة التي حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة في الجمعة الأخيرة قبل استقبالنا شهر رمضان المعظم. تقبل الله شهركم وتقبل أيامكم وتقبل أعمالكم كلها. مشاهدي الكرام، كل عام وأنتم وكل من تحبون بخير.